أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر رياض أحييكم ويطل عليكم يوميا من شاشة قناة الرشيد وحلقة جديدة وإن شاء الله تكون مميزة بآخر الأخبار والمتابعات وضيوفنا المتواجدين معنا بالتأكيد عبر برنامج حديث الملاعب. البداية راح تكون من فاصل قصير ثم بعد الفاصل نكمل في حديث الملاعب، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. بالتأكيد قبل قليل يعني أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم في قطر 2022 عن شعار البطولة. هذا الشعار اللي بالتأكيد اللي انعلن اليوم في أكثر من مدينة عربية وأيضا عالمية، وبالتأكيد كانت بغداد من ضمن المدن المختارة في إعلان هذا الشعار الخاص بدولة قطر. وراح نتحدث عن الشعار اللي وكيف تم اختياره. شباب فول سكرين مو توندو. هذا الشعار اللي تم اختياره لأيام وليالي طوال في الدوحة، وبالتأكيد هاي الشركة هي اللي صممت وعملت على يعني اختيار هذا الشعار. ومثل ما تعرفون الشعار يهدف إلى البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم، ويتضمن في الآن ذاته عناصر مستوحاة من الثقافة القطرية والعربية التي تتناغم مع مكونات لعبة كرة القدم، وتحاكي الموجات المتواجدة في الشعار شكل الكثبان الرملية التي تتميز بها الصحراء. ويعكس الشعار رقم 8 في إشارة إلى عدد الاستادات التي ستستضيف مباريات البطولة، كما يشير إلى رمز اللانهاية والذي يحمل في طياته ترجمة لإرث المستدام الذي سيتركه الحدث. كما يأخذ الشعار شكل كأس العالم مثل ما تشاهدون الآن هذه الفيديوهات الخاصة والحصرية لبرنامج حديث الملاعب، يأخذ شكل كأس العالم ويستوحي أبرز عناصره من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء. وقد استوحت الزخارف التي تزين الشعار من النقوش الشرقية التي تزين الشال الصوفي في العالم العربي، كما يأخذ الشعار الإلهام من مختلف الثقافات حول قارة آسيا، ويحتفي باستضافة القارة لثاني نسخة من بطولة كأس العالم فيفا، بالإضافة إلى التنوع الغني الذي يثري المجتمع في قطر. كما يشير اختيار الشال الصوفي في تصميم الشعار إلى وقت تنظيم البطولة، حيث ستكون المرة الأولى التي ستقام فيها بطولة كأس العالم في شهر نوفمبر وديسمبر. كما يعكس نوع الخط المبتكر الذي كتب به اسم البطولة تحت شعار جمال الخط العربي وحيويته، ويمتزج بين الثقافة العربية والآسيوية وبين التقاليد والحداثة في آن واحد. هذا الشعار اللي اليوم انطلق في جميع الدول العربية وأيضا العالمية، فكانت بغداد من ضمن هذه المدن العربية المختارة في عرض شعار كأس العالم، وإن شاء الله تكون فعل خير على منتخبنا الوطني العراقي بعد التأهل اليتيم في عام 86 إن شاء الله من خلال عرض هذا الشعار في بغداد وبتواجد إعلامي وأيضا
جماهيري وبعض الشخصيات من السفارة القطرية في ساحة التحرير، إن شاء الله يكون فعل خير على أسود الرافدين في التواجد للمرة الثانية بتاريخ العراق في مونديال قطر 2022. مصطفى العبطان وتفاصيل شعار البطولة في ساحة التحرير من بغداد. يعني يوم ساعة التحرير ترفع شعار كأس العالم، وأقول لكم أهلا وسهلا بكم بالعراق وبيته وشري قناة رشيد وشري قناة عمر رياض. بالبداية يعني هو اختيار بغداد هو شيء إيجابي جدا، ينم على أن العراق عائد بقوة إلى المجتمع الدولي والمجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الدولي بشكل خاص. هذا نجاح للعراق ككل، للجهات التي جاءت بهذا الشعار يعني مشكورين، نقول لهم في دولة قطر. شيء مفرح أن نشاهد شعار قطر 2022 في بغداد وعدة عواصم عربية. حقيقة كصحافة رياضية وإعلام رياضي فرحين بهذا الأمر. نتمنى أن تستمر الدعايات لهذه البطولة المهمة، وإن شاء الله تتكلل بتأهل المنتخب العراقي إلى نهايات كأس العالم في قطر. شيء ممتاز جدا أن نشاهد يطلق شعار كأس العالم في العاصمة بغداد، على اعتبار أن بغداد هذا اعتراف من الجميع بأن بغداد آمنة وفيها كل شيء يسير على ما يرام. اليوم نشاهد مسارح، نشاهد فعاليات فنية، ونشاهد فعاليات رياضية في قلب العاصمة بغداد. هذا دليل على أنه لم يتبقى شيء سوى رفع الحظر عن الملاعب في العاصمة بغداد. إذن كل الموفقية لدولة قطر في استضافة المونديال المهم جدا 2022، وإن شاء الله احنا كعرب فخورين باستضافة قطر لهذا المونديال وهذا الحدث العالمي، وإن شاء الله العرب تكون متواجدة في هذا المونديال العربي وتحديدا العراق. بالنسبة لي أنا كإعلامي أمني النفس بأن أشاهد منتخبنا على الأقل بال 86، احنا بعدنا كنا صغار او البعض من عندنا ما مولود حتى يشاهد المنتخب من لعب في المكسيك بال 86. اليوم واحنا في المنصات الاعلامية وفي برامجنا نمن النفس بان نتواجد في كأس العالم القادم، وان شاء الله مثل ما قلت تكون هذه البوادر اليوم من خلال اعلان الشعار بان يكون العراق حاضر في البطولة القادمة والحدث العالمي المهم للجميع. المتابعة الأخرى راح نتحدث عن موضوع الأندية ومشاكلها، الأندية اللي ما زالت متعلقة إلى حد هذه اللحظة بين اللاعبين والمدربين والأموال اللي ما اندفعت. طاهر بلص عضو الهيئة الإدارية لنادي الميناء أكد أنه أكو مؤامرة على النادي. شلون هاي المؤامرة؟ شلون عرفوا؟ من اللي يدور أو يدير هذه المؤامرة على سفانة الجنوب؟ نتابع من خلال هذا التصريح. طاهر، أنتم اجيتوا مثل ما تقولون تركة ثقيلة طبعاً، ومشاكل كثيرة. طيب أكو ناس مترصدت لكم حتى يشيعون مثل هاي الأنباء؟ والله ما أعرف، يجوز أكو ناس تريد تخرب، يعني ما أعرف، يعني أكو فد مؤامرة على النادي، ما أعرف من يقودها، منو جاي يصير، شنو جاي يصير، ما نعرف. أكو مؤامرات جاي تدور على النادي، والله النادي خطية، والله النادي المينيا خطية وخلنا أحشيلك بالعامية يعثر. إذن هذا الكلام المهم جدا من إدارة نادي الميناء، دير بالكم، وهاي رسالة لنادي الميناء و جماهير الميناء وإدارة الميناء. بس أقول هذه العبارة، دير بالكم ولا تمرون وتصيرون ضحية مثل ضحايا أو مثل نادي الطلبة، نقدر نقول اللي الآن جاي يعاني وجاي يعني نقول يركض يمينا وشمالا من أجل إيجاد حل للمشكلة اللي صار بنادي الطلبة. وعلى ذكر يعني نادي الطلبة، قبل قليل انتهى الاجتماع الخاص بإدارة الطلبة مع وزير الشباب والرياضة،
وبالتالي انه يعني الامور على حد قول اداره الطلبه انه متجهه باتجاه الحل والامور الايجابيه من خلال الاتفاق مع المحامي المصري باعطاء نصف المبالغ، وايضا اللاعبين تواصلوا وياهم وابدوا رغبتهم بالتخلي على نصف المبلغ، لكن الى الان اداره نادي الطلبه متمسكه بالاتحاد العراقي لكره القدم وتنتظر الحل من خلال التواصل مع الاتحاد الآسيوي بتمديد الوقت لغاية يوم 15/9 أسوة بنادي الميناء وأيضا نادي النجف حتى يتم حل الموضوع بشكل ودي مع اللاعبين ويسوون تسوية إلى اللاعبين اللي يطلبون النادي. المتابعة الأخرى هي عن قضية نادي الطلبة الشغل الشاغل وليد بحر لتحدث عن شكوته وليش أصر على استلام مستحقاته المالية كاملا. تابعوا النادي. مثل ما سمعت خبر المؤلم الخاص بنادي الطلبة، أنت واحد من المشتكين اللي ممكن البعض يحملك مسؤولية هبوط نادي الطلبة. فأنا من المشتكي وجوز ممكن أحد أسباب أنا هبوط نادي الطلبة. أنا العام يعني إذا أعرف إذا أقول لك أخذوا مني 130 مليون ما نستغنى، ولو شو أقول لك الطريقة اللي أخذوا اللي جابوا لي استغنى إشلون يعني فشي يعني أربع خمسة أيام أنا أركض وراء الإداري ومرة يقول لي موضوع عملية الاستغناء هم دازيل الاستغناء بيده ليش يعني الإدارة شنو مثلا يجابون ما يجابون يعني إذا أنت تطلبهم فلوس يجابون ولا أنت تأخذ تريد تأخذ استغناء مالتك يجابون ولا يمهم ولا معبرين اللاعب ولا شيء. احنا بالنسبه لي انا لو تسالني كلاعب المساله مو مساله الماده يعني اكون والله اكون اكثر بالرغم بس احنا تعرف ان ادنى عوائل وهذا الماده مهم بس الرغم المشكله كرامه مشكله احترام يعني لا احترموا اللاعب لا قدروا اللاعب احنا لحد اخر لحظه هم يعني بقت يومين يعني الحد الاقصى يومين هم ما متصلين باللاعب ولا دارين بال اللاعب يعني كل هالمشكلة كبيرة هو ما داري من جاء القرار وقاموا يتصلون باللاعب يعني وجزان يمكن أقل لاعب متصلين عليه كل لاعبين متصلين حتى من غير جهات من غير العشائر هيك وصلت مرحلة. إذن هذا الموضوع اللي كان سبب رئيسي إنه بعض اللاعبين كانوا قافلين مثل ما نقول بالعراقي قافلين على الموضوع. الإدارة فن، وهي رسالتي للكابتن علاء كاظم ومن معه. أتمنى أنه استفاديت من هذا الدرس المهم جدا في الإدارة، لأن الإدارة أيضا فن، وأنت كنت فنان عندما كنت لاعب في المنتخبات الوطنية وأيضا في نادي الطلبة، وبالتالي هذا الموضوع لازم انه نوقف عنده وكل الأندية العراقية توقف عنده في قادم الأيام، وعد ما تتفق مع لاعب توفي الحد آخر درهم من مستحقاته المالية حتى لا يصير حالهم، لأن يوم بعد يوم جاي نتقدم والقوانين جاي يصير بصف اللاعب على حساب إدارات الأندية. واللي يخطأ لازم يتعلم من أخطائه، والطلبة درس مجاني لجميع الأندية العراقية اللي تحاول تتغاضى عن صرف مستحقات اللاعبين في الدوري العراقي وحتى المحترفين. المتابعة الأخرى إبراهيم بايش لاعب منتخبنا الوطني اليوم شاهدناه في اتحاد كرة القدم، وكاميرا حديث الملاعب صورت مع إبراهيم بايش عندما دخل إلى الاتحاد. تفاجأنا عن تواجد إبراهيم اللي المفروض يكون متواجد مع الاتحاد العراقي، لكن المشاكل الإدارية ما زالت تضرب بعض لاعبي المنتخب الوطني العراقي. يحيى كريم وتفاصيل هذا الموضوع مع مهر حسن. اليوم شاهدنا تواجد اللاعب إبراهيم بايش، اللي نعرف أن هناك أمور إدارية ممكن عطلت من سفره إلى الالتحاق بالمنتخب الوطني. اليوم تواجد بالاتحاد، الاتحاد مسؤول عن حل حالة هاي القضية. نعم، هو إبراهيم بايش كان يعني جوازه نافذ، وأكو اليوم على أساس يبصم يستلم جواز جديد، ومن ثم الرأي للمدرب أما يحتاجه أو ما يحتاجه هاي أمور فنية.
تمام يعني ما تواصلت وياه لان هو من ضمن القائمه خالد ابراهيم بايش؟ لا اكيد احنا متواصلين وياه، واحنا اكو لجنه بالاتحاد اللي هي من 3 ضباط هم يتابعون اموره، هم يراجعون معاه بالجوازات من اجل استلام جوازه جديد. الاهم هو لائق حاليا للسفر في اي وقت. نعم اليوم على اساس يبصم ويستلم جوازه وممكن يلتحق بالمنتخب الوطني. ايضا نتمنى من اللاعبين في مقتبل العمر، اللاعبين اللي عندهم مشاكل في الاجراءات الاداريه، هذا هم درس مجاني لكم في المستقبل، والحياه عباره عن دروس وعبر نستفاد من عندها في قادم الايام حتى نعمل للايام القادمه بدون اخطاء، ونستفاد من جميع اللاعبين اللي هم ثروه وطنيه خدمه للمنتخب الوطني العراقي. المتابعه الاخرى لعضو اتحاد كره القدم السيد كامل صغير اللي يتحدث عن موضوع تهريب وليد طبره. ماهر حسان والتفاصيل مع عضو اتحاد كره القدم السيد كامل صغير. وصلت انه انتم متهربون حتى شخصيات خارج العراق. شو نهرب انا؟ شو نهرب؟ قشقاب نشتغل انا شو اسمه؟ نهرب شو نهرب؟ رجال ليش رايح مهمه وطنيه؟ شو نهرب؟ هربنا؟ لا بالعكس لا. يعني الناس ليش ايش تحكي؟ والله ما اعرف. هو احنا شوف هاي اللي انت تعرفها وانا اعرفها، هاي من 2011 هم مستكفينا، بقت على هاي بعدها سمي يجوز يتهمونا باكر نهرب شو اسمه عشان نقول لا، يعني كل شيء هذا يصير، يجوز نهرب باكر غنم، نهرب اي والله المخدرات نهربها، هم هي بقت على هاي ظل انا يوميا معاكم، فبقت على هاي تهمه عادي طبيعيه. فانسان وليد محترم وانسان استاذنا واخونا الكبير انا على حد علمي انه تربطك علاقه بكابتن عدنان درجال طيبه، يحتاج الموضوع الى رساله. ان شاء الله جلسنا انا وياه وان شاء الله الامور، ورجل متفهم ورجل يعني اقتنع باموره هواي امور، والمحكمه تاجلت ان شاء الله عندنا بوادر خير. بعض الشخصيات المتواجده العامله في اروقه اتحاد الكره ممكن تسيء الكابتن عدنان درجال. ما نسمح لاي واحد يتحدث، واحنا داخلين في قضيه والقضيه ان شاء الله تحال بالكل، ماكو سامة نقبل. يوم احنا كل احنا نحمل ابناء العراق ونحمل رايه الله اكبر، وكل احنا اخوان، واللي يصير اخوان بيناتهم يصير شيء، فانت ان شاء الله نصل الى حلول. وصدقني واذا جاء محكمه الكاس قررت ان نخرج نخرج، ما عندنا مشكله، وعندنا تجربه مال هي المؤقته فماكو مشكله. فما نريد واحد يعني يخلع على النار على الحطب. أنا أتمنى من اتحاد كرة القدم أنه الأمور تمشي بالاتجاه الصحيح في قضية الكابتن عدنان درجال، لأن الأمور كل ما تطول راح تلقي بظلالها على الأشخاص الثلاثة، وبالتالي هي حرب نفسية راح تكون في نهاية المطاف. لذا كل واحد عنده حق يأخذه بالقانون العراقي، سواء دكتور صباح وأيضا الأستاذ وليد طبرة وستار زوير، والابتعاد عن الضغوطات. وأني أتفاجئ اليوم الأصوات الكبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا من والمنصات الإعلامية والبرامج التلفزيونية أنه تتهم الكابتن عدنان درجال بقضية هبوط نادي الطلبة، والربط بين قضية التنازل عن هذا الموضوع. وبالتالي أنا قلت واليوم أجدد ما قلته على اتحاد كرة القدم انه لا يماطل بموضوع القضاء، وفي نهاية المطاف هو راح يصدر قرار، اذا مو اليوم فبعد شهر، فهذه راح تدخل في امور حرب نفسية. المماطلة لا من جانب اتحاد كرة القدم والعاملين ولا من جانب الكابتن عدنان درجال، فبالتالي انه الموضوع راح يكون سلبي ربما على الأشخاص اللي جاي يماطلون. وخير دليل ما حدث مع الأستاذ وليد طبرة اليوم، صعبه هو بمهمة وطنية، ومن يرجع راح يكون هناك أمر إلقاء قبض عليه ويجيبوا استقدام للمحكمة. هذا الموضوع اللي دائما احنا نتحدث به، اكو شخصيات محترمة ما نتمنى لها تمر بأمور سلبية باستشارات بعض الشخوص اللي توديهم إلى الهاوية، وبنهاية المطاف تعال بوس عمك بوس خالك حتى نتنازل عن القضية الكبيرة. أنا أقول القانون فوق الجميع، وكل واحد عنده حق يأخذه بالقانون وبالقضاء العراقي. كأس السوبر
هذه المشكلة الجديدة اللي أثارتنا اليوم بصراحة والتصريحات الغريبة عجيبة من اتحاد كرة القدم إنه كأس السوبر مهدد بالإلغاء، والسبب في هذا التصريح. أستاذ يحيى، بخصوص إقامة كأس السوبر اتفقتوا على أن لا تتفقوا؟ لا بالعكس، شوف يعني الملاعب بها إدامة، كان هناك رأي تنقل مباراة إلى كربلاء المقدسة، لكن الأيام الحزن عاشوراء عاشوراء راح يكون يوم 13 محرم، لذلك لا يمكن أن تقام المباراة في كربلاء. كان مقترح هناك ملاعب ميسان أو ملعب الكوت، لكن أيضا يعني الفرق يعني حبذت والجمهور بأن تقام هذا يعني هكذا مباراة في بغداد. لذلك يعني طلبنا من السيد طالب الموسوي بأن يوم 9 من هذا الشهر يخبرنا ما وصلت إلى إدامة ملعب الشعب الدولي، وسيكون اجتماع يوم 9 إن شاء الله، وتقام المباراة في ملعب الشعب يوم 14 إن شاء الله. يعني أنا سمعت أنه ممكن تلغى المباراة في حالة عدم تأهيل ملعب الشعب. هناك مقترح إلغاء المباراة أفضل من تأجيل الدور الأول من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز. إحنا الدوري يعني حسب الله حقنا مواعيد مقدسة، لا يمكن أن تؤجل المباراة، ذلك أما نؤجل الدوري وأما الكأس السوبر. فالملعب إذا لم يجهز فستلغى بطولة كأس السوبر. يعني أكو دعوة كانت من محافظ واسط، إيش ما تعاملتوا معاها بجدية؟ نعم، يعني محافظاتنا كلها عزيزة علينا، وهي الكوت أيضا حبيبة على قلوب الناس كلها، ولكن الفريقين الجماهيرية والفريقين من بغداد والزوراء يمتلك جمهور كبير. الرفض أجى من إدارات الناديين؟ أكيد رغبة الناديين أن تكون مباراة في بغداد الحبيبة، حتى أيضا نعطي رسائل للاتحاد الدولي والآسف ونجل رفع الحظر عن بغداد. هذه المباراة راح تكون أكبر رسالة للاتحاد الدولي. هي البديل لنادي الطلبة، طبعا أقولها وأنا متألم، نتألم اللي وصل لنادي الطلبة، طبعا هذا شيء يعني ما يصير أي واحد، لكن البديل سيطرح في اجتماع الاتحاد القادم بعد عودة منتخبنا من مباراة عن البحري. هناك يعني عدة آراء مطروحة، البحري، الحسين، الصناعة، سامراء، و 19 فريق مع نزول 3 حتى الموسم المقبل يكون 18 فريق. هاي كل الآراء مطروحة. هذا الموضوع اتكلم به استاذ يحيى كريم نائب رئيس لجنة المسابقات، وبالتالي كأس السوبر ربما ستلغى بسبب التداخل او ربما تؤجل الى الايام القادمة. ما اعرف شباب ضيفنا جاهز ويانا لو نروح ناخذ متابعة وبعدين نرجع للضيف للحديث اكثر بهذا الموضوع وامور اخرى. يسعدني ان ارحب بالاعلامي وزميلنا الأستاذ سلام المناصيري اللي ينضم لنا عبر السكايب من لندن. أهلا وسهلا بك في برنامج حديث الملاعب. مساء الخير عمر، تحية لك ولكل مشاهدي قناة الرشيد وبرنامج حديث الملاعب. أهلا وسهلا بك أستاذ سلام، خليني أبدو ياك من آخر تصريح وبعدها نغوص في تفاصيل مهمة وتحليلات أخذ بها وجهة نظرك. ربما كأس السوبر ما راح تكون موجودة في العراق، خصوصا أنه هذه المباراة كان من المفترض أنه يوم 16/9 تلعب يا أما في بغداد أو في محافظة أخرى. اليوم وهذا التصريح اللي شفناه واللي سمعناه، بالتالي إلى الآن ما مختارين لا المكان، وجوز راح يتغير موعدها، وجوز ما راح نلعب كأس السوبر لأن الدور العراقي على حد علمي راح ينطلق يوم 20/9. عمر طبعا هي مسابقة يعني الكأس السوبر اللي يعني المفروض أن تكون واضحة ومحددة من يعني من وقت بعيد، وما ممكن أنت الآن لحد الآن أنت لم تحدد الملعب. أنا سمعت في الأخبار كان هناك مقترح بأن تكون في ملعب الكوتش، ولكن هناك يعني عدم وجود الفنادق إلى آخره، الأمور التنظيمية ربما
يعني لن تسعف ملعب الكوتش، ملعب كربلاء بسبب يعني الآن يعني الزيارة بسبب أيام محرم الحرام أيضا هناك مشكلة، ملعب الشعب ليس جاهزا. أعتقد هذه فوضى جديدة تضاف إلى الفوضى التي يعمل بها اتحاد كرة القدم، ولا ليس من المعقول بأنك قبل المباراة بساعات قليلة أنت لم تحدد حتى اللحظة هل ستقام مباراة السوبر أم لا. ولا ليس هناك ضير يعني أيضا في نفس الوقت بأن تقام السوبر في وقت لاحق. نشاهد مثلا عندما تكون تسويقية، نشاهد مثلا عندنا الآن السوبر الليغا الإسبانية وكذلك السوبر الكاتشو الإيطالي يقام في الصين، وممكن الليغا سيقام في المملكة العربية السعودية في شهر واحد يعني في فترة توقف ما بين المرحلتين. هذا طبعا هذا أتحدث عن الدوريات المحترفة المنظمة التي تعلم جيدا جدولة المسابقات. أما اتحاد كرة القدم فهو لا يعلم مثلا ملعب الشعب هو غير متاح الآن، ملعب الكوتش غير جاهز لاحتضان هذه المباراة، كربلاء الآن لديها مناسبة، البصرة بعيدة يعني نتحدث عن مباراة فريقي الشرطة والزوراء، يعني الجمهور الفريقين من الصعوبة بأن يتواجدوا في 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 البصرة. أعتقد يعني صراحة بحكي كبالعراقي ما أعرف شلون الجماعة جاي يشتغلون، ما أدري. زين، هذه مشكلة كأس السوبر. الدورة راح ينطلق يوم 20 ولحد الآن إحنا ما نعرف 19 فريق 18 17، الطلبة يرجع ما يرجع، أكو أندية أخرى تلحقة، كلها مشاكل والدوري بعده منطلق. ورأيك؟ شوف عمر، لو ها القانون منظم في هذا البلد وتحديدا يا سهل الآن ما ندخل في جوانب أخرى، نتحدث في الرياضة، كان ممكن هذه المشكلة أن تحدث قبل 10 سنوات. مشكلة نادي الطلبة والكثير من مشاكل الأندية العراقية، عدد لي كم نادي الآن أو كم مدرب أو كم لاعب لم يستلم مستحقاته لسنوات عديدة، خصوصا إحنا نضرب المثل في نادي الطلبة، لأن نادي الطلبة في كل موسم يوقع لاعبي ممكن يدفع له دفعة ودفعتين أو ثلاثة ما موجودة. وكان الخطأ هو منين؟ خطأ من اتحاد كرة القدم من يجي يسمح لهاي الأندية بأن يشارك في الموسم اللي بعده، وهذا خطأ جسيم. اليوم أنا دائما أحب أضرب أمثلة حتى نتعلم، هو لا لما نحكي بالمثاليات ترى إحنا في كل يوم نتعلم. اليوم برشلونة بذل الغالي والنفيس من أجل استعادة نيمار من باريس سان جيرمان، صح، لكن برشلونة ليست لديه السيولة المالية اللي موجودة عنده يعني في خزينة النادي بعد التعاقدات وحتى مشتريات النادي. الفيفا اليوم أو الاتحاد الأوروبي يتعامل اللعب المالي النظيف. ما ممكن أنت اليوم تجيب لاعبين وتدفع لهم بعدين بالأقساط، إيش قد عندك خزينة من المال ممكن أن تشتري. برشلونة لم يملك هذه الخزينة من أجل استعادة نيمار، وحاول بقدر الإمكان بالمفاوضات بأن يزج بعض اللاعبين ولم تتم الصفقة، بينما لدينا أندية ما عندها ميزانية 100 مليون يتعاقد مع لاعبين 2 مليار. وبالتالي أنا حتى يعني اليوم سلام إحنا نقول الطلبة هو درس مجاني للأندية العراقية حتى تتعلم، رغم أنه الأندية العراقية كلها أخطاء بس وقعت برأس إدارة الطلبة. عزيزي احنا نضرب المثال بالإدارة نادي الطلبة لأنها أكثر سوءا ما بعد 2003. إدارة السيد علاء كاظم هي عبارة عن إدارة فوضوية وتقاد آسف على العبارة بالمقاهي والمطاعم. انطيني تعاقد واحد لنادي الطلبة كان وفق يعني تعاقد تم صحيح من اليوم الأول حتى اليوم الأخير لا يوجد أي تعاقد. أعطيني مدرب واحد دخل في نادي الطلبة وخرج من نادي الطلبة وقال لك أنا كنت مرتاح وأعطوني مستحقاتي وبارك الله بيهم. أعطيني لاعب واحد ممكن شعر بأنه نال استحقاقه داخل النادي. الكثير من اللاعبين لعبوا نادي الطلبة ترى لاسم نادي الطلبة، وهذا اسم نادي الطلبة. خلي يعذرني جمهور نادي الطلبة، أنا من الناس اللي أحب نادي الطلبة، وكان يعني من كان يلعب الطلبة فعلا نقول الأنيق، كان الأنيق بمستواه بأسماءه بتاريخه، نادي الجامعة اللي كان جميع لاعبيه من طلبة الجامعات. اليوم نادي الطلبة يمر بشيء يعني مأساوي. أنا أقول للجمهور، أقول للجمهور صح هذه غصة بتعاملونه، وأنا شفت بعض الفيديوهات. من اللي يوصل برأيك، من اللي يوصل النادي لهاي المرحلة عمر؟ ليش انت ما تعرف من وصل النادي وتطلعها من عندي وانت ما تطلع من عندي؟ ما اطلعها من عندك، انا بوجهة نظرك اسمع. وجهة نظري عزيزي السيد علاء كاظم انا سامع صار لي 5 سنوات يتحدث يقول انا اطلب النادي 400 مليون دينار عراقي. زين. صحيح ولا راح اضرب مثل، خلي بنفسك مكان علاء كاظم وانت نعم. اليوم رئيس نادي وتابع للمؤسسة والمؤسسة ما تعطيك فلوس، شو تسوي؟
لست مجبورا. انا ترى بالمناسبه عندي وجهه نظر، انا حتى يعني في فترات سابقه كنت دائما اقولها، انديه المؤسسات اذا خلي احكي كم صراحه اليوم ان اكو نظام اسمه الخصخصه، انت اليوم نادي تجي تستلمه لابد انت تكون على قدر المسؤوليه. ليس من المعقول انا كمؤسسه او كوزاره ادفع لك المليارات وما اقدر احاسبك. من احتياجك تقول لي والله انا منتخب من الهيئه العامه بس انا ما اقدر افرض عليك. حتى قوانين الانتخابات هاي عباره عن لوائح ومعايير انتخابيه فصلت تفصال، فصلها الله يذكره بالخير جزار السهلاني هو اللي فصل المعايير الانتخابيه. لا لا هسه هذه المعايير الانتخابيه اليوم اللي جاي ينتخبون عليها الانديه العراقيه لا قانون نافذ استاذ عمر. عمر احكي قانون نافذ، قانون 86 قانون نافذ لك عمر. عمر خلي احكي لك، اي 86 المفروض نغيره نعدله وفق لوائح معدله صحيحه. صح. ليس من اقول انا نادي مؤسساتي يستلم المليارات من المؤسسه والوزاره ولا ينصاع لي امرها. شنو الكارت هذا عزيزي؟ ما يصير. انا وزير كيف افتح لك باب الصرف وانا عندي مشكله بالاوجه القانونيه بالصرف وانت لا تنصاع ابدا؟ اليوم جمهور الطلبه صار لعشر سنوات يتحدث بمراره يقول لا نريد هذه الاداره. صدقني اغلب اللاعبين المميزين يو تيجي تعطي اليوم 500 مليون عقده ويجي النادي الشرطي يعطي 300 مليون او الزوراء يعطي مليونين العفو يعطي 100 مليون يروح للزوراء ويختار الشرطي. هو ليش راح لهذا الاتجاه؟ لان ماكو توازن مالي نتعامل به. يعني انديه تستلم المليارات وانديه العام مخلصه ب 300 مليون شلون؟ عزيز ترى الإدارة لا تعرف ماذا تفعل، إدارة عبارة عن إدارة فوضوية. قلت لك أنا اليوم المن يحكي أقول لك كم ميزانية نادي الزوراء؟ الزوراء ترى ممكن بالسنتين الأخيرة صار عنده ميزانية نوعا ما جيدة، ولا بالسنوات الماضية شنو وضع نادي الزوراء؟ أنا أحكي في هذا الموقف الآن، أنا لست معاديا أو عندي خلافات مع السيد علاء كاظم أو السيد الهاشمي وأعضاء الإدارة، أنا أتحدث عن نادي صار لكم بهذه السنوات. صح. لا تستطيعون على الأقل تقنعون المؤسسة اللي أنتم تنتمون إليه، المفروض تكون مجال للآخرين. تطلب 400 مليون ما عنده مشكله، هذا حقك، انا ما اقول لك اصرف من جيبك، جيب لي وصولات وجيب لي اشخاص يطلبون وانطيني اوجه الصرف اللي صرفتهم. ما معقوله تطلع لي بالاعلام عمر انا طلبك 100 مليون يلا تعال سددني، غير تقول لي جيب وصولات شنو صرفت شنو ابواب الصرف اللي كانت صحيح ولا صحيح. ماكو وجه منطق. وبعدين المشكله تحميل النجوم السابقين. انا لست مدافعا عن يونس محمود او بقيه اللاعبين، انت اليوم يتحمل يونس تقول لي يونس تعال زين يونس شنو يعني يدفع من جيبه مثلا؟ وليش يدفع من جيبه؟ خلينا نتكلم بصراحه، اكو مشكله في نادي الطلبه لابد ان تحل، لابد ان تحل من الاساس. والا اسالك سؤال، اليوم حلت المشكله مع اللاعبين ورجع نادي الطلبه يلعب الدوري الممتاز، زين ولا هي المشكله راح تنتهي؟ جمهور الطلبه طموحه يكون 9 10 12 يو طموحه يكون بطل. إيه بس هو شنو يعني اليوم انت احنا اليوم قريبين مثلا. نعم. الطلبه انه حظهم التصق بوزاره التعليم مثل الكرخ، حظهم التصق بوزاره التربيه، والكرخ اخر شيء هسه سرح مثلا فريق كره اليد، واللي انا وياك نعرف انه الكرخ هم ابطال هذه اللعبه، اليوم اللغت بسبب الابقاء على فريق القدم، لان بالتالي ماكو توازن بالعراق بصرف الاموال، انديه تاخذ 13 مليار و10 مليارات و9 مليارات، وانديه ثانيه ما واصله حتى للمليار وهي تابعه للمؤسسات الحكوميه، وبالتالي اليوم احنا لا تقول لي عندنا ادارات ناضجه وتبحث عن الاستثمار وتبحث عن السبونسر، كل اداراتنا معتاشه على المؤسسات، انطيك فلوس تجيب نتائج، ما انطيك فلوس انت رابع خامس سادس. زين انطيك الوصفه؟ اي انت تقدر اليوم تكون وزير التعليم العالي على سبيل المثال، ويجي لك نادي الطلبه، تعرف اكو مشاكل يجيك الجمهور، ترى اليوم اللي يتحكم بالمشهد الرياضي هو الجمهور بصراحه. اليوم شوف الجمهور اين تميل كفه اغلبيه الجمهور، المؤسسات حتى الدوله تتحرك وياه، ولا دولتنا اليوم تتحكم بالفيسبوك، اليوم انت سوي قضيه راي عام بالفيسبوك، الدوله والحكومه تتعامل وياها، صحيح ولا مو هذا الواقع؟ صحيح ولا؟ انت اليوم تجي انت كوزير تتعامل، الجمهور ما يريد هذه الاداره، زين الوزير ما يقدر يتدخل، لان الوزير من يحكي وياهم؟ راح يقولوا له نحن منتخبون شرعيون من قبل الهيئه العامه، زين الوزير شو يسوي بهاي الحاله؟ شو راح يسوي مثلا؟ راح يحاول بقدر الامكان مثلا ينطي بس ما ينطي ميزانيه كامله، ليس من المعقول وزير ما عنده ثقه كامله بهذه الهيئه الاداريه يعطيها 5 مليار، طبيعي ما ينطيها، ممكن يعطيها مليار. هي ماكو ابواب للصرف، هي المشكله في نادي الطلبه ماكو ابواب للصرف، واخر باب اللي التجؤوا له في وقت السيد عبد الحسين عطان اللي سوى مليارين لكل الانديه المؤسساتيه، وبالتالي
ما طبق هذا على أرض الواقع، حتى المليارين ما حصلوا بعض الأندية. وأنا أعني من هذا الموضوع سلام مثلا على سبيل المثال نادي الصناعات الكهربائية من الأندية اللي تلعب بالدور الممتاز، ما ينطيهم مستحقاتهم المالية وزارة الصناعة، ما ينصاعون لأوامر مجلس الوزراء اللي قرروا الأندية المؤسساتية في وقت سابق أنه تستحق المليارين. وأيضا الكرخ أضرب لك مي مثال، وأيضا الديوانية والأندية الأخرى يعني البحري وغيره، هذه الأندية كلها يعني مقتصرة فقط على الأندية الجماهيرية والأندية اللي عندها شركات وتعمل خارج الضوابط. يعني بين قوسي أنا أقول لك أني مزاجية وزير، اليوم أنا وزير تربطني علاقة جيدة بيك وارتاحيت لك أنطي 5 مليارات 6، ما ارتاحيت لك ما أنطيك أموال. عمر الوزير يتأثر بالجمهور والرأي العام عندما تكون إدارة نادي الطلبة، احنا نضرب مثال إدارة الطلبة لأن هي أساس المشكلة اليوم. زين الميناء هم نفس الحالة سلام، وانت قريب على الميناء. لا الميناء الميناء موضوع آخر. الميناء اللي جاي صار بالميناء في زمن السيد جليل حنون نفس اللي صار بعلاء كاظم، يعني المؤسسة كانت غير راغبة بالسيد جليل حنون. اليوم إدارة الميناء مشكلتها تدفع تبعات الإدارة السابقة. زي من يقول المؤسسة غير تابعة بعلاء كاظم أو غير راغبة بعلاء كاظم؟ من يقول؟ شو الوزير راح جاب لهم تخصيص مالي مليارين من مجلس الوزراء قصي الشهير؟ من يقول؟ عمر ترى أنت جاي تحكي أكثر مني، أنت الضيف يوانا تفضل. لا مو أنا غير دا أوضح. لا أنا فاهمك، هاي الأشياء تحكي بيها أنا معايشها وأعرف أدق التفاصيل. نعم عزيزي، عندما يكون الوزير قلت أنت مزاجية الوزير، الوزير مزاجيته وقراره يعتمد على الرأي العام، الرأي العام اللي يمثلوه هم طرفين الجمهور والإعلام. اليوم الجمهور بشكل أنا قلت 99% ضد علاء كاظم، صحيح ولا صحيح؟ متفقين. الإعلام حتى من كان يدعم علاء كاظم انقلب على علاء كاظم، صحيح ولا صحيح؟ إذن أنا اليوم كوزير أشوف الإعلام والجمهور ما عنده قناعة بهاي الإدارة، شو تريده هو يتحدى ويخرج. شنو الحل؟ شنو الحل؟ أنا أقول لك شنو الحل. الجمهور عليه بأن يصبر أولا. شنو بدل ما يبقى نادي الطلبة بوضع 2-3-5 بوضع معاناة، لابد أن تحل المشكلة من الأساس. تجلس الهيئة العامة، أنا أعرف الهيئة العامة فصلت على الإدارات بما فيهم نادي الطلبة، كل إداراتنا مفصلة على الرئيس، لأن ولا إدارة نادي تغيرت ما شاء الله بالانتخابات، كلهم نفسهم يروحون ويرجعون. شو يصير هذا الموضوع؟ ليش أنا ضربت مثل بالسيد جزائر سهلاني اللي سوينا المعايير الانتخابية اللي صارت في 2007 وصارت فيها الاستثناءات، لاعب شارك في بطولة كذا استثناء ما عنده شهادة دخلوه من ضمن الخدمات صحيح. الاجتماعية قلنا فد أبواب لمرشحين، والله شنو لاعب دولي سابق وهذا ما أعرف شنو محقق إنجاز على مستوى المحافظة وما أعرف وين. عزيزي أندية المؤسسات لابد أن تكون لها معايير انتخابية مختلفة. عمر لابد على الأقل 40% من 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 تمثيل الهيئة الإدارية يكون من أندية المؤسسات. ليس من المعقول أنا نادي مؤسساتي أدفع المليارات زين وليست لي رقابة ولا صوت ولا تأثير ولا رأي داخل الإدارة. انطيني اليوم الوزير لو قعد ويا السيد علاء كاظم ومحمد الهاشمي وقال لهم يابا من مصلحة النادي اليوم الجمهور والإعلام يرفضكم، ممكن أن تستقيلون وشكوا مصارف انتم صار فيها جيبوا لي وصولاتكم حسب القانون أصرفها لكم. عندنا هاي الثقافة اي ما يق... زي شلون يتعامل الوزير؟ عدريد الوزير يجي يفتح الميزانية وينطيه بدون حساب ومراقبة يا أخي ما يصير. أنا مو أدافع عن الوزير، بس قلت لك الوزير اليوم من يشوف الإعلام ويشوف الجمهور ضد هاي الإدارة. اليوم جمهور نادي الطلبة هل يتقبل الإدارة الحالية بأن تستمر؟ جاوبني أنت. لا طبعا. زين الحال شنو؟ الحال يعني أنا أتكلم به هذه رسالة سيد علاء كاظم. علاء كاظم ترى احنا عرفناك من 1989 منتخب شباب العراق كأس فلسطين في بغداد، أنا صغير وكنت يعني أسمع باسمك واستمريت مع المنتخبات الوطنية. أنت اسم كبير يا أخي، مو حلوة بحقك وباسمك وعائلتك بأن يتم التجاوز عليك بهذه الطريقة. نعم أنت استلمت النادي في فترة صعبة أعلم ذلك جيدا وصرفت من جيبك وأكد ذلك يا أخي، بس الآن المرحلة تحتاج إلى التغيير. أنت اليوم في كتلة محسوبة على الإصلاح والتغيير، إذا هي المشكلة أنت عندك محتاج إصلاح وتغيير. أعتقد الآن هذا موقف للتاريخ، أنت تجلس وتأخذ ما صرفته وتترك المجال للآخرين.
ممكن الآخرين أيضا يفشلون حتى الناس تترحم عليك، بس الآن أنت العقبة في كل ما يجري لنادي الطلبة. نقطة رصطة. يعني علاء كاظم هو اللي مسبب المشاكل في نادي الطلبة؟ عمر واضحة جدا، أنت جاي يقول لك المؤسسة، انطيني المؤسسة، ليش ما تتعاملوا إدارة علاء كاظم؟ لأنها تتأثر بالميديا وتتأثر بالجمهور. اليوم ماكو قناعة. عمر أنت يعني شوف أعطيك بصراحة، يعني اليوم لو أنا نادي الميناء ابن يعني أنا ابن البصرة وتقولي نادي الميناء بهذه الأخطاء اللي صارت زين وينزل درجة أولى، يعني شو تريد ردة فعلي؟ لا طبعا هو أنا أضم صوتي صوتك سلام، اللي تكلمت به كله صحيح ومنطقي وحقيقي، وهذا الواقع اليوم. اليوم الواقع أنت تعمل، إذا ما نجحت لازم تترك المجال للآخرين. أسألك سؤال، من كان رئيس نادي الطلبة بعد 2003؟ المرحوم سلام القعود، وبعدها يعني وبعدها استشهد رئيس نادي الطلبة بعد سلام القعود، يعني ما أتذكر. قول الله يرحمه، الله كان عضو اتحاد كرة القدم. نعم الله يرحمه. وبعدها استلم الكابتن علاء كاظم. ليش ترك الموضوع؟ رجل راح طلع خرج شاف البيئة غير نظيفة وغير سليمة، ترك المجال. هذه هي سنة الحياة. ماكو واحد يعني خلاص يجلس بهذا الكرسي ما أقوم منه، أنا تنتهي المقابلة وياك راح أشيل الكرسي وأعوفه. يعني ماكو وجه منطق. هاي عندي وعندك. أنا ما أعرف إذا أنت تقوم من الكرسي بعدين ما. يا لازم أقوم المقابلة أظل مكلف فيه غير أروح للبيت. يقومك عباس ياسر يلا. هذا بالتأكيد هاي الفوضى اللي نعيشها هي طبعا فوضى طبيعية وانعكاساتها موجودة من خلال اتحاد كرة القدم والمشاكل والتزمت بالكراسي، يعني طبيعي كل واحد مثل ما نقول دائما يقولون ونسمع هذه العبارات، النادي أصبح مملكة أو نادي عائلي اليوم من خلال الهيئات العامة المختصرة على ابن العم وابن الخال والقرايب. فهذا الموضوع شنو اللي نقدر نسويه حتى نأسس بيئة صحيحة؟ دور وزارة الشباب والرياضة، دور المؤسسات الرقابية، شلون نقدر ننتقل انتقالة نوعية ونتنفس؟ عمر هذا سؤال في غاية الأهمية، هذا السؤال لابد أن يسأل كل يوم. لأن قلت لك لابد أن تتغير اللوائح الانتخابية بما يخص الأندية. نعم. احنا اليوم نحكي على اتحاد كرة القدم، نقول شلون اجوا هذول، هذا الاتحاد الذي ليست له ثقة لا من أغلبية الإعلام ولا من أغلبية الجمهور بهذا الاتحاد. ومن جاب الاتحاد الأندية. صح. الأندية من قبل الهيئات العامة، الهيئات العامة كيف وصلت وفق لوائح ومعايير انتخابية؟ لحد الآن ماكو معايير انتخابية هي ثابتة. كل مرة تفصل، وهذا من الخطأ جدا تفصل بهذه الطريقة. أندية المؤسسات، ليش مشكلتنا دائما بأندية المؤسسات؟ لأن أندية المؤسسات المؤسسة عندما تشعر بأن لديها صوت داخل الإدارة ولديها التأثير، أنا أقول لا أقول التأثير بين نسمي مدربين يتوقع لاعبين، بس على الأقل يكون لها دور اشتراكي. من يشوف الإدارة أخطأ تتحاسب الإدارة. اليوم أغلب أندية المؤسسات الإدارات من تريد المؤسسة توقفها عند حدها أو تحاسبها يقولون لا هذا تدخل في عملنا، إحنا شنو ترى هذا الكلام السنة الجاية سمعه معكوس. شلون الدولة واتحاد كرة القدم عندما تريد الدولة تطبق القوانين مثل ما صارت قالوا هذا التدخل وراح نكتب به للفيفا، هذا تدخل حكومي، بس الاتحادات من تريد تجي تأخذ الفلوس لازم الدولة تنطيها وهي الممنونة. أقول لك تذكر مرة هذا حيدر فرمان أعتقد ممثل المجلس الأولمبي الآسيوي. نعم. أو أي المجلس الأولمبي الآسيوي. من مرة شنو قال؟ أنا قلتها قبل لا هو يحكيها، قال إحنا بالنسبة نرفض تدخل الحكومة. أنا قلت هو مصاح يرفض تدخل الحكومة بس هو لا يجبر الحكومة على دعم اللجنة الأولمبية. فعلا سألوه قالوا له الحكومة راح توقف الدعم، قال إيه ما الحكومة ما مجبورة تدعم اللجنة الأولمبية. صح صحيح ولا صحيح؟ اي فاللي جاي يقول لك واليوم ايضا هم الوزارات هم مجبوره يعني تدعم الانديه، لهذا لابد ان تتغير انديه المؤسسات، لابد ان يكون هناك اشراك للمؤسسه الداعمه. اتحدث عن انديه المؤسسات. اسالك سؤال، ليش نادي الشرطه ما عندهم مشكله؟ ليش ما عندهم مشكله؟ فلوسهم هواي عندهم يعني. لا مو فلوس، شلون اجت الفلوس؟ يعني غير اكو بعض الشخصيات هي اللي موجوده المدعومه من قبل الوزاره. ليش هي جزء من المؤسسه؟ صح ولا صح؟ صح ولا صح؟ انا اللي جاي اليوم لو هناك كان اشراك من قبل مؤسسه يعني وزاره التعليم العالي في اداره نادي الطلبه ممكن ان نشاهد ايضا مثل تجربه نادي الشرطه. صح ولا صحيح؟ نادي الكره الجويه مو تقريبا تجربه مشابهه نوعا ما. نعم. وان كان طبعا
تجربة الشرطة هي تجربة المثالية، صح، نموذجية، عاملون بشكل ممتاز جدا في هذا الموضوع. إدارة الزوراء تتعامل بشكل ممتاز ويا من ويا وزارة النقل، زين. يعني تعرف وياها زين. بما أنه أنت ربطت بين المؤسسة والأندية، عدنان درجال إلى علاقة بنادي الطلبة برأيك؟ والله محكمة كاس إلها علاقة بموضوع نادي الطلبة؟ لا عمر شوف، هذه عبارة عن هذه التصريحات. أنا رجل يعني أتعامل بالأوراق الرسمية. نعم. المشكلة ليس مشكلة نادي الطلبة فقط، كانت مشكلة نادي الميناء والنجف والطلبة. الميناء والنجف تسارعوا نوعا ما وقدموا بعض يعني بعض الإثباتات للاتحاد الآسيوي، أعطاهم مهلة إضافية، صحيح ولا هذا الكلام؟ زين، الإثباتات بضمانة اتحاد كرة القدم. أي بالضبط، نادي الطلبة على حد معلوماتي الاتحاد ضمن النجف والميناء بس ما ضمن الطلبة. يعني إذا هذه بها أيضا بها مساومات، أنا ما أعرف. أنا بس بالنسبة لي كان كتاب الاتحاد الآسيوي اللي حسب ما فهمته أنا كان مطيهم مهلة لنادي الطلبة لحد 31/8. صح، لابد أن يصفي كل ثلاث أندية بكتاب واحد. إجا إنه 31/8 النجف والميناء والطلبة، 31/8 لازم يسوون تسوية وتعلمونه. الاتحاد على حد معلوماتي إنه كفل الطلبة، عفوا، كفل الميناء والنجف، والطلبة ما يعني ما قدر يكفلهم، وبالتالي يعني صار هذا الموضوع. تحليلك لهذا الساء يعني تحليلك للموضوع هذا؟ ما اعرف، هم انا ما اعرف ليش هو يحسب نادي الطلبة على عدنان درجال، ما اعرف ليش يحسبون الطلبة على عدنان درجال. اصلا تمثيل عدنان درجال في الانتخابات كان نادي الزوراء، ربما عدنان درجال اراد بان يتدخل ليحل المشكلة حسب انا ما فهمت، وتوسط لدى الوزير بان يعني يعالج الأزمة باستقبال إدارة نادي الطلبة. فالرجل اذا بادر بهذا الموقف فهو مبادرة خير وليس مبادرة. يوم أيضا عميد وليد كان موجود مع علاء كاظم وعدنان درجال يا وزير التعليم العالي. شوف عمر، خلي أقول لك شغلة حتى نهي لك هذا الموضوع، لأن عندنا موضوع أعتقد لازم نحكي على موضوع عدنان درجال والمحكمة، صح؟ صح. خلي نهي لك هذا الموضوع بجملة. كل شخص يقول لك بأن ممكن يزيع علاء كاظم من الكرسي أو إدارته ما يقدر، لأن منتخب وفق الهيئة العامة اللي فصلت عليهم بالقانون ما حد يقدر. صح. صدقني، حتى هذا الكلام اللي قاله وزير الشباب والرياضة للجمهور، قالهم قانونيا علاء كاظم وإدارتهم المنتخبين كل شيء ما نقدر نسوي، لكن أكو حلول في قادم الأيام إلا إذا جمعوا توقيع من الهيئة العامة. زين، بس نقطة على السطر، لا أحد يقول الوزير أضغط، قيل الإدارة ترى ما يقدر يسوي شيء أي الوزير. وصارت تجربة في نادي الميناء، أو قيلت إدارة سيد جليل حنون راح الرجل للمحكمة جاب قرار رجع للإدارة. صحيح صح. نعم. ما جاوبتني، سأكون ربط بين الكابتن عدنان درجال ونادي الطلبة. أنا بعض الكلام أسمع، والبارحة سمعته واليوم سمعته، أنه تنازل عن قضية دكتور صباح رضا وليد الطبرة وستار زوير، وبالتالي نادي الطلبة راح يكون متواجد في الدوري الممتاز لهذا الموسم. تحليلك لهذا الموضوع؟ لو طلب من عنده، لا أنا ما يدحلل، بس أنا أقول لو طلب من عنده والآن يعني هل أنت توافق بأن يتنازل عن قضية زورت من أكبر مؤسسة كروية في البلد تتعمد التزوير؟ أنا أقول لو هم اعترفوا وأدينوا بالتزوير تقبلها، لو أنا مكانه لا ما أقبلها. أنا ما لي علاقة، أنا مو صاحب قرار بهذا الموضوع. أنا رجل أحب القانون. نعم. عدنان درجال حسن حظه ما عايش في العراق، وأنا في زورة قوامة عشائرية وراح باكر شيخ عشيرته قدم تناسب المحكمة. وأنا مسؤول عن كذا. هيك يعني معقولة الأمور هيك تمشي؟ طبعاً، ليش؟ أنت ما تعرف عزيزي أكو بعض الأشياء أصلاً أنا استغرب لها. واحد مثلاً الآن على سبيل المثال يقول لك واحد فلان كتب لي كومنت بالفيسبوك ودش شيخ عشيرته وصارت عشائر. تريده في محكمة تهمه بالتزوير ما يتزوير الشيخ العشيرة أو ما يتزوير تهديد؟ أنا أؤيد الكابتن عدنان درجال في موضوع المحكمة. نعم. لابد أن نطبق القانون، ما له علاقة عمره 18 سنة أو عمره 90 سنة، أكو قانون. جوزيف بلاتر رئيس الفيفا أعظم مؤسسة كروية في العالم، صحيح، يفوق مناصب دول، صح، تم اعتقاله بالشارع، صح،
صحيح، حتى لم يحترم حتى أهين. بلاتيني نفس الحالة. أكو شيء فساد تزوير، هذه أشياء يعني ما بيها تنازل. طيب اليوم شلون تفسر ذهاب وليد طبرة إلى البحرين بوفد وهم عندهم محكمة، والسفر صار قبل يوم المحكمة، قبل المحكمة بيوم؟ اي بس هذا 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 يحسب على المحامين، الكابتن عدنان درجال كان المفروض يعني يكونون يعرفون بان راح يسافر وفد المنتخب، ممكن يسافر امين سر او سيد وليد طبره، كان ممكن ياخذون قرار من المحكمه قبل السفر. ليس من المعقول بيوم السفر المنتخب وما يروحون للمحكمه يطلعون قرار، هذا تحسب عليهم. يعني انا رجل بعيد وفكرت بيها، قلت ممكن يسافرون تتاجل المحكمه، استغربت وما كانوا يعرفون. زين تحليلاتك لهذا الموضوع يعني يرجع، يعني قبل ما يرجع؟ لا يرجع، لا تحليلاتك لموضوع التزوير. والله باوع، شوف عمر، انا قلت لك قبل شوي انا رجل احب القانون. يعني الان انا ما اقدر اتحدث اقول هم ثبت تزويرهم، من المحكمه تطلع تقول ادينوا بالتزوير، انا اقول لك ادينوا بالتزوير، لابد ان يعاقبوا حسب القانون دون رجعه او حتى دون رحمه. التزوير بالنسبه لي خط احمر، الا تيجي تعترف باوع بالقانون، اكو شيء اسمه المغفره، تجي انت تعترف تقول يابا انا قبل لا تحكم المحكمه، يابا انا اعترف انا اخطات انا كذا، ممكن عقوبتك 10 سنوات. هذا التاجيل هذا التاجيل والتماطل ايش ينطيك انطباع؟ ينطيك انطباع يعني ممكن تسويف القضيه باي طريقه. يعني هذا اللي جايز، وانا جاي اسمع بعض الاصوات يعني مع الاسف يعني وجع عتب، يقول لك لا المفروض الكابتن عدنان درجال بان يتراجع عن هذه القضيه ويحتكم لمحكمه كاس. عزيزي انتم مزورين كتاب بحقي، شلون تريد انا اخفر لك هذا الموضوع؟ ابدا، انا وير كابتن عدنان درجال في هذه النقطه 100%. طيب يعني ما بقى عندنا وقت سوى دقيقه او دقيقتين حتى نختم. العراق مع البحرين فنيا شلون نشوف المنتخب الوطني العراقي مع كتنتش؟ انا اعتقد المشاكل الحاليه وربما تخدم المنتخب، لان الان المنتخب بعيد عن الضغط الاعلام وبعيد عن الاجواء اللي المشحونه تكون، وهذه فرصه جيده للسيد كتانيتش بان يبعد المنتخب عن هذه الاجواء. واعتقد بان هي مباراه في غايه الاهميه، لا سمح الله لو تعثرنا في هذه المباراه ربما سندفع الثمن لاحقا، لابد ان نفوز في هذه المباراه، لان الفوز يعني اننا قطعنا اكثر من 70% من التاهل عن هذه المجموعه، ومن ثم نفكر بالتصفيات النهائيه. طموحنا هو التصفيات النهائيه وليس هذه التصفيات الاوليه. بس عمر بدقيقه واحده اريد اوجه رساله وزير الشباب والرياضه محقق البصرة، اقول لكم ما قلتوه في البصره لم يطبق على ارض الواقع حتى اللحظه. البوابات الالكترونيه ما زالت الاتربه موجوده على البوابات الالكترونيه، ومسؤول المشروع في المدينه الرياضيه لم يحرك ساكنا حتى اللحظه. هذه معلومات خاصه حصلت عليها قبل ساكن، وهذا فد شيء مؤلم. حتى الان لا شيء يثبت بان فعلا سنستخدم البوابات الالكترونيه في المباراه المنتخب القادمه، وهذا يعني باننا سنشهد فوضى في الدخول والخروج، والفيفا هالمرة لن يسامحنا أبدا. هو احنا عايشين في فوضى والمحافظ، هو احنا عايشين في فوضى والفوضى موجودة في كل مكان. لا نعتب بعد، لا نعتب يقول ليش خليتوا علينا الحظر إذا أنتم خلاص تتقون بالفوضى أبقوا بالفوضى. نشكر تواجدك معنا الإعلامي سلام المناصيري اللي كانت معنا عبر السكايب من لندن، شكرا لتواجدك معنا، أتمنى لك الموفقية في قادم الأيام، وأيضا شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، انتظرونا باكر وحلقة جديدة من حديث الملاعب. تقبل تحياتي أنا عمر رياض وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.